السلام عليكم شيرات، كي راكم حبيباتي؟ نبغيهم نموت عليهم، ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو تاعي يلقاكم بصحه جيده الحلوات الشابات. المهم نبدا الفيديو تاعي ونتمنى لكم ان شاء الله كل خير، وصلوا وسلموا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المهم بغيت نبدا الفيديو تاعي ونهضر مع مدام نسيمة اون بيرسون. كنت سمع الفيديو تاعي بغيت نقول لك يا اختي، ما كاش اللي مات لك، الموت قرعة زيت، كاع الدار يشرو منها، اي العائلة يشرو منها، الخارج يشرو منها، المسلمين يشرو منها، المسيحيين يشرو منها، كاع القور ويشرو منها. واش سايلة هاد الحياة اختي؟ ها هما كي بنيتي، ها وتفرعنتي حتى على صاحبتك، نسيتي كاع العشرة ولا هاديك الصدقة اللي درتيها تاع رمضان غيفوتيها، اللي ديتيها زعما بات تصدقي على فاطمة و تصوري وبلا منك عليا ربي، راني ندير في هذه صدقة، معليش تجوز في فاطمة، معليش منا، هذيك من عندي انايا، انا مانيش داعية، بصح مانيش مفتي تاني، بصح انا من دروك راني نقول لك هي سي با لا بين تحس بها بلي درتي صدقة. ومشي السوجي تاعنا باسكو اللي فات مات، الله يسهل عليكم. المهم في هذا الفيديو جيت سبيسيال باش نهضر اختي، قلبك كحل، قلبك مسود، قلبك دوده مطوط اختي. وش هو هذا كلمه عظام الله اجركم بغيتيش تقوليها لها ميم با؟ ومين درتي اللايف تكلمت وحده وقالت لك اختنا في امها ماتت، قلتي لها صاي انا رحمت على امها، صاي ديجا بنت خالتها راهي معايا في اللايف. وينها بنت خالتها اللي هي معاك في اللايف؟ بتخالتها تجي كونتر ليها انتيا وتجي معاك تفرج لك اللايف انتي وتكتب لك انتيا وتقولي لها ربي يرحمها ويوسع عليها؟ علاه مشي سوبوا تنفخي روحك، ما عندك حتى علاه تنفخي روحك. الدنيا راهم بدبلوماتهم بالوطاهم بسجادتهم وصلاتهم وحافظين الستين الله يبارك، ومشي منفوخين كيما راكي نافخه روحك انتيا كيف الخطاوس. ماكي يا اختي هودي روحك شويه الارض، هودي روحك بزاف عليك اختي. صح تعاطفنا معاك نهار اللي دارت منيره صح، وفي في وداك ما ماشي الذكر هذاك اللي داروا عليك اللايف، تعاطفنا معاك صح، قلنا باللي عندها الصح راهي مبعدة المشاكل وراهي منا، بصح مشي على صاحبتك. صح الشيطان يدخل، الشيطان بين الاخت واختها، ويدخل الشيطان الله ينعله ويخزيه، والمصارين في الكرش ويدابزوا ويتعاركوا، كاين حتى اللي ينعقدوا ويديروا لهم اوبيراسيون. بصح اختي مشي على سوبوا، صح كان بينك وبينها مشاكل اه، بصح مشي على سوبوا. الديفارا الديفاري بيكا كنا كاع، انا من هذا المنبر شيرت نقسم لكم بالله ما نزيد نكلاشيها، بالعكس نزيد نتفرجها صاي، وقلتها ونعاود نقولها، قلت لكم انا كان ما دخلني في لو سيكس، انا كي نكلاشي وحده نكلاشي على حاجه ما عجبتنيش، ولا نعرف بلي ما غاديش تعجب البيبليك. بصح لو سيكس تاعها انا كما دخلني، راجل ولا امراه ولا امراه ولا راجل الله يسهل عليها، كاين ربي سبحانه هو اللي يحاسب هو اللي حاكم، مشي انا. بصح من هذا المنبر نولي نتفرج ريبيكا، نولي نتفرجها باسكو علاه خرجت خرجه تاع عمره الاولى بريميرمون في البروبليم اللي صرا للجزائر تاع النار تاع الحريق وكاع، ومن بعد الاكسجين عاونت، ومن بعد بليبروف عاونت، رسلت وما رسلتش ديجا غير الجي، رسلت للصحراء، رسلت للطيف الشاويه، رسلت البلاد قبائل، رسلت واحد يقول كلمة الصح ما نحقروش بالعين، حنا شعب مربي على الحرمة، على ما نحقروش حنا بالعين، لا بصح انتي مشي كيما هاكا اختي، لا بزاف عليك. أثرت فيك يا ماها، يا ماها هي اللي أثرت فيك، وليتي كاع الناس تحس بهم يا ماها، بزاف عليك اختي بزاف. شوالا هذا شوية المسلم، المسلم قال لك المسلم يبغي الخير لخوه، ما نورمالمون راكي مجربتها هادي، نورمالمون بلا ما نقول لك راكي مجربتها، الله يرحم امي امتك هذا ما نقول، نورمالمون راكي مجربتها تحسي بيها، قال لك ما يحس بالجمره غير اللي كويتو. اموا يا اختي غير سلي لها سيدي غير في البريفي باش ما نشوفوكش حنايا، سيدي ما نشوفوكش حنايا للمتفرجين كيما بغيت نقول،
باش ما نشوفوكش شاسي دير سليلها غير في البخيفي، عدام الله اجراكي با بلوس. هذا ما كان عليه مشي على سوبوا. المهم هي نتمنوا لها الشفاء العاجل، وان شاء الله ربي يبدل محبه تميمتها وباباها بالصبر ان شاء الله يا ربي. وش باين نديروا؟ قضاء الله، هذه هي الدنيا، ما كاش اللي غادي يقعد فيها وما كاش غادي اللي يخلد فيها. ربي يجيب الخير ان شاء الله منا لقدام ان شاء الله يا ربي. وبزاف علينا والله فغيما، ولينا بزاف شعب ولا ياكل في بعضه بعض بطريقه كارثيه كاع، ما عندناش باه نقولوا. المهم الشيرات اخواتي، انا ما نطولش عليكم، على بالي بلي بديت نهدر ما نحبش. المهم تهلاو في رواحكم، وان شاء الله ما تبخلوش عليا بالابوني وما تبخلوش عليا بالكومونتير، نبغى ماشي شباب راني قابله. وتهلاو في رواحكم خواتاتي، وغون بيزو من عندي وبسلامه.